الصينيين القدماء لما حبوا يحصنوا بلدهم ويعيشوا في أمان بنوا سور الصين العظيم، اعتقدوا إن محدش هيقدر يتسلقه. لكن للأسف خلال 100 سنة الأولى بعد بناء سور الصين اتعرضت الصين لثلاث غزوات، وفي كل مرة العدو ما كانش محتاج يتسلق السور أو يقتحمه، لأن ببساطة كانوا بيدفعوا رشوة للحارس ويخشوا من الباب، لأن الصينيين انشغلوا ببناء السور ونسيوا بناء الحارس. بناء البشر أهم من بناء الحجر، وإحنا للأسف مش بعيد قوي عن الصين، إحنا مش عارفين نبني أسرة. المفارقة بقى إن في بيوت فيها أسر وفي أسر مش لاقية بيوت زي أهالينا في العشوائيات، وفي نفس الوقت في قصور جواها أسر مهدومة، حتى القصور فيها قصور. أصل المسألة مش مسألة فلوس ولا ماديات ولا مستوى تعليمي ولا اجتماعي. في مقولة بتقول إذا أردت أن تهدم حضارة في 3 وسائل: هدم الأسرة، هدم التعليم، إسقاط القدوة. كي تهدم أسرة عليك بتغييب دور الأم، اجعلها تخجل بوصفها ربة منزل. وكي تهدم التعليم عليك بالمعلم، لا تجعل له أهمية في المجتمع، قلل من مكانته حتى يحتقره طلابه. وكي تسقط القدوات عليك بالعلماء والمفكرين، اطعن فيهم، قلل من شأنهم، شكك فيهم حتى لا يسمع ولا يقتدي بهم أحد. فإذا اختفت الأم الواعية واختفى المعلم المخلص وسقطت القدوة، فمن يربي النشأ على القيم؟ إزاي الحال بقى؟ مش ده بالنص اللي حصل عندنا فعلاً؟